العين تدمير والعين لا شاب العين ذات حير والخيل لا شاب الخيل ذات غير وتميل عندك الطلبة والرمى والشربة والخيل بلاش طيب حرير اللي عنا بيهم عنا بيه ولي ما عناش بيهم غير لوحو ولي كيخلط النقرة مع القصدير بالتالي كيشمت عام روحو قالوا بالغد يا سيدي يا ليلة كفوق العود على ستة سارو جوج في السماء علاو وجوج طلو غباو وجوج بالدم تطلو الجوج اللي في السماء علاو وهما العينين والحبيب الله الجوج اللي بالو غباو هما اليدين واني مع القرنا غباو والجوج اللي بالدم تطلو هما رجين مع ركاكب ديال الدم الله يرحم الشيخ اركب ابو علي I'm gonna make it.
الله يعطيكم السليم، هذا السليم مزيان، الله يجمع شملكم، خليكم ناشطين، خليكم فايزين، الله يحيي الغلو من القلوب، الله يخلصهم من النية، راه كيديهم النية وليدي، راه ترى ميت ما هي حزارة، ما هي سكارة، هي محيبة وتسليم في القلوب تتسارى، وترى ما جاتي مرقد عالي، ورا خوتي اللي ما مشاش معها بالنية، راه في التالي كتخلي لهم روحو خالي. جمعية ميز بدات الرما فوقاش اسسوا هذه الجمعية هذه؟ عندنا من الجدود ومن الشيوخ الاولين ملي كانت هذيك الساعة ما كانش كاين ما جا كدير، كان العطارة والبندير والتعريجة والمقص كيف باش يتغنى. هنا جا واحد الشيخ تيقول له الشيخ ميلود بن الضغمية الله يرحمه مسكين، هو اللي دخل هذه الكمانجة لعبيدة الرما، باش بقات مولوتة دابا باش تيديروا الكمانجة هذيك، هي مولوتة من الشيخ الشيخ. هي الأزادة باش نحد لك ديال التاريخ ديالها ما محدودش، حيت دابا هاد الرباعة تمات شي واحد تيخلفو في بلاصتو، مات الآخر تيخلفو في بلاصتو. كتعملوا داك الشيء ديال عبيدة الرما هما يعني غير نوع ديال الراكس وكيعملوا حتى الغنى ديالهم حتى، ولكن دخلت فيها حتى الهيت ولا؟ كنديروا الهيت، حنا عبيدة الرما كنديروا الهيت، كنديروا المسرحية، كنعطيو الفكاهة، كنقولوا كلام الزازال، كلام ديال الجواد وكلام ديال تراميت، حيت تراميت عندها شروط. هي كيفاش البدايه ديال الرماد؟ قالوا الشيوخ عليها، قالوا بسم الله في الرميه نبدا نتعلم بنيه الجهاد في العدا، هي اللي جبنا بها الاسلام، راه هي اللي هي ديال التاريخ. علموا ابناكم ركوب الخيل. نعم، قالوا بسم الله في الرميه نبدا نتعلم بنيه الجهاد في العدا، يا سلام عليا، وطوح شيخك لا تكون مفاكم سي مسلم، طوح شيخك لا تكون مفاكم، نخدم الرماد والطلبه بالنيه، وعبد الطلبه خديم الله العالم، حبيت فيهم كثير ولا خدعيه، وطوح شيخك فيما يريد لن تدي الكيميه. وياك من الكذوب راك يعدم ويخلي مولاه في الخزيه، طوح شيخك وزوريه بقدامك ودي في ديك الهديه فيما راك يتبسم ولا طاب لك سقوام كميه، حروف شي خمسه سته بها يتلازم، المحبه والشجاعه والتسليم والنيه، والبارود يحسبوه في الوزان وقياب وقيه، شحال واحد تيقول معلم خصو يسال مسقم شلا اشياء عندو مغبيه، شيخو هو ابليس خذ هذه مرويه، حبي في الرما والجواد كي الورد مختم، ولسادتنا الطلبه هما قرة عيني الله يرحم الشيخ. ثم كتحضروا المناسبات يعني والافراح وكتحضروا كنحضروا المهرجانات ديال الفروسيه وديال الخيل وديال السلوقي وديال المهرجانات كاملين كتحضروهم اللي كتنظم في المنطقه كامله. المنطقه كامله كنحضروا مع الجمع ديال الرما، كنحضروا مع صحاب التير ديال الرما، كنحضروا مع مول السلاك، كنحضروا مع مول الخيل، حيت هنا هذه التراث ديالنا، حنا الشيوخ ديالهم. حيت هو قال له ايه وايه تدبير، والعين الا شاف العين تدحير، والخيل الا شاف الخيل تدغير وتميل، عندك الطلبه والرما وشرفهم مال الخيل وهذو مال السلاك الدنيا محدودا، هذو اللي عنا بهم عنا به، اللي ما عناش بهذا التراميت اللي عنا بهم عنا به، واللي ما عناش بهم غير لوحو، وين اللي كيخلط النقره مع القزير بالتالي كيشمط على روحو. خصنا نعاونوهم وندعموهم داك الشيء، هما كيحافظوا على التراث ديالنا. هما دايرين التراث ديال البلاد ودايرين التراث الحمد لله. هذه دعوه منك سي هذه دعوه من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيت هي التراميت على من نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، كيما نزل عليه القران من السماء حتى هي نزلت عليه من السماء، ولما عطاها السيد سعيد بن وقاص، سعيد بن وقاص يعلم المجاهديه، ووصل سيد النبي على دور بها الطيفات على الرما والطلبه ومول السلاك ومول الخيل يحضروا معاه في كل جمعيه. وقلنا كيفاش تحضر هذه المناسبه ديال يعني ديال السباق ديال السلوقي في العريش وداك الشيء، كيفاش جات الدعوه باش دعتك الجمعيه وداك الشيء؟ لا في العريش ما مشيناش. لا باش جيتي باش حضرتي معنا. قول باش حضر هنا. لا هما تيدعوني حتى هذه جمعيه، في كيما كانت شي مناسبه ديال المهرجان ديال الرما ولا شيوخ الرما خصني نحضر بها. بغا شيخ وشي شيخ يردوهم قدم، ولا خصني انا نكون حاضر. حيت هذا الشيء مولود عندنا من شيخ الشيخ. الا ما حضرتش انا في الجمع باش يسيخوا فلان يقولوا انت شيخ ديال الرما، حيت قال لك عمر الشيخ ولا المقدم ما يشيخوه الناس عمى، شيء ما من عينيه من الكلام الرما، ولا يعرف حروف الشيخ كيف هي، كيف العمال مقول العمى والقوم اللي غدا تباك ولا غدا معميه.